مرينا على فائدة هنا جميلة. الله يسعدك يا شيخ عمر أبو عبد الله حبيبنا، بالله أعطينا الفائدة. طيب هذه الفائدة في الرسالة التبوكية لابن القيم ذكر فائدة جميلة، بس أفصل وبدالي السنابة من بداية عشان تكفي. يلا أعطينا. قال رحمه الله، والمقصود طبعا هذا الكتاب له قصة، طيب بعدين نرجعوا له في المقدمة. قال والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. ثم جاء كذا على كلام مليان شوية، قال ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، الله أكبر. وأقبل الله إليه بقلوب عباده وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى، ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. الله يعني أكبر. اللي يعين أخوه، خلص السنابة؟ لا روح. يعني اللي يعين أخوه في 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 طريقه إلى الله عز وجل، ترى هذا الله ما يضيع. الله بالعكس يكون هذا السبب في إن الله عز وجل يسهل لك الطريق إليه سبحانه. الله أكبر. كان الله بالخير إليه أسرع.